صراحة يعني أولا يعني تعرف أنت من كم يوم معالي المستشار زكاة الشيخ زار فخامة الرئيس السيسي، وحتى لو أنت لقيت قريت البيان لقيت إنه هو يعني فيها دعم وتسهيل للقطاع الخاص، وهم رموا الكورة في ملعبنا إحنا القطاع الخاص، إنه إحنا نتعاون يعني نتكامل بيننا وبين الشركة المتحدة. وبالمناسبة أنا أهنيهم على المؤتمر اللي عملوه أمس وعلى مجلس الإدارة الجديد اللي اليوم يعني يعني سعدت بالالتقاء في بعض كلهم كانوا موجودين النهاردة برئيس مجلس إدارة بكل أعضاء مجلس إدارة كانوا موجودين التوقيع فعلا. وصراحة أنا متفائل إنه إحنا مع بعض حنقدر نعمل أشياء وتفيد البلدين بشكل كبير. أكيد الأستاذ محمد الخريجي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وبشكرك على كمية الإعلانات اللي حضرتك يعني جبتها لنا في MBC مصر وفي برنامج الحكاية، شكرا ليك، كان موسم موفق جدا السنة، شكرا لمجهودكم وتعبكم، ويعني منذ أن تسلمتوا من الشركة كان في شغل جميل جدا في البرنامج، شكرا ليك فندم. شكرا لفريق العمل، شكرا لك. شكرا.